اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اهلا وسهلا بكم، اسعد بصحبتكم من جديد. الملف الاحمر في موعد المعتاد عبر قناتكم خليجيه روتانا خليجيه. في ملفاتنا الحمراء الكثير من التفاؤل، في ملفاتنا الحمراء نحاول ان نتحمل جزء من المسؤوليه في هذا الوسط الرياضي الكبير. في هذا الاسبوع ايضا نتناول عامل او ملف احمر هام جدا لك ولي في هذا الوسط الرياضي، ان تعرف حقوقك دائما مطلوب. كثيرا ما نضيع بسبب عدم معرفتنا بحقوقنا الكاملة، واسأل القانونيين. سأفتح الملف بإذن الله تعالى. في الملف السابق كنا تحدثنا عن الكثير مما أسميناه ثورة الشك في وسطنا الرياضي. أشكر كل من تواصل وتفاعل، وأذكر ربما بما ذكر الدكتور عبد الرزاق أبو داود اللي أمس عليه بخير بذلك اليوم، عندما ذكر حتى عندما نخرج سيشككون فيما ذكرنا، هذا ما حدث. وتابع معكم ومع الزملاء بعدما أرحب بصديقي وزميلي الأستاذ محمد دويش ناقد الملف الأحمر والقانوني أيضا. مساء الخير أبو سليمان. مساء النور. هلا والله أبو مسلم. وأيضا أسعد بصحبة الأستاذ الدكتور القانون بجامعة الملك عبد العزيز وعضو الوسط الرياضي ونادي الاتحاد تحديدا دكتور عمر الخولي. مساء الخير دكتور. مساك الله بالخير، حياك الله، سعداء بتواجدك معنا. الله. أهلا بكم وبضيوف الملف الأحمر. سأفتح الملف، ولكن قبل أن أتابع مع زملائي خلف الكنترول زميلي صديقي يحيى مساوى رئيس تحرير البرنامج وزملائه، ثورة الشك ملخص حلقة الماضي. أكثر ما يحدث في كرة القدم السعودية على وجه التحديد هو موضوع التناقض في التعامل وفي الحكم بين موقف، تلقى موقف يشابه موقف ومع ذلك القرار هنا غير القرار. الشك يتحول إلى نقيصة وإلى مرض وإلى داء اجتماعي عندما يتحول إلى سوء الظن، لأنه لا تجد المعلومة الحقيقية، وعود لا تنفذ. المجتمع الرياضي، المؤسسة الرياضية، الاتحاد السعودي، لجنة الحكام، لجنة الفنية، لجنة المسابقات، لجنة المنتخبات، الإعلام، كله يقدم مادة لهذا الشك. في قانون كرة القدم ما في شهادة. هذا في قانون كرة القدم. طيب. نجي نتساءل ليش قانون كرة القدم اختلف من هنا لهنا؟ في لجنة الاستئناف تنقض القرارات الأخرى. ما علي من قانون كرة القدم، أنا أتكلم عن القانون السماوي. من ينقض القرارات الخاطئة؟ لا بس هذا ما هو حكم قضائي. قانون كرة القدم يختلف في التطبيق، في التقدير، في مشاكل. كل قوانين العالم إذا وقع ظلم على إنسان القضاء يرفع الظلم. المجتمع مع الأسف الشديد قائم في ثقافته على التشكيك بهذا الشكل المتواصل. يعني في شيء مما قاله أبو أحمد أكيد في سر في الموضوع. جماعة مش طبيعي الموضوع. في حاجة غلط. هذا الأمر يستدعي تدخل مباشر من الأستاذ محمد النواصر ورابط الدوري المحترفين وصلة. اللي أنا أقوله الضوابط والعقوبات والفصل فيها مهم جدا في أنك تضبط الناس. للأسف غير موجودة، وللأسف الوعود تسير بنا إلى السراب في منظومة الرياضية وبالذات الرئاسة مع الشباب. هناك مصالح ومنافع مشروعة، هذه لا عيب ولا ضير فيها، لكن المصالح غير المشروعة هي التي تؤدي إلى استخدام هذا الأسلوب السيء للتشكيك بالآخرين. هل تذكر أبرز تهمة وجهت لك؟ بالنسبة للاتهام الغير المبرر وغير المقبول للأمير نواف، وغيره من اتهامات كثيرة لشخصيات كثيرة في المجتمع الرياضي. شكرا للزملاء، عفوا، شكرا للزملاء. إذا كان هذا ملخص ثورة الشك. أتوقف اليوم وأفتح ملف أحمر ساخن أيضا. تتابع أنت كمشاهد رياضي وكمتابع في الوسط الرياضي كل فترة وأخرى تتوقف فجأة، هناك صراخ هنا وصراخ هناك، فجأة بلا مقدمات يرتب لها وأنت آخر من يعلم، بينما في واقع الأمر أنت المفروض أول من يعلم وأول من يتخذ القرار.
حان الوقت أن نقف وقفة صادقة مع أنديتنا كداعم وكصاحب قرار في نفس الوقت. لا نتوقف أو لا نتكل على الآخرين من خلال ما يسمى بشرف أو الشرفية. في حلقة هذا الأسبوع نفتح ملف مهمتك أنت وماذا تعرف عن العضوية في الجمعية العمومية. أتابع تقرير الزملاء ثم أعود. إلى حال أصفرهم نظروا فلم ينتظروا حتى ترشحوا مناظرين الواقع يناظرون ويتناظرون. انتخابات على كرسي رئاسة عميد الأندية تخطف الأبصار والأضواء وكل الاهتمام، فالمرشحين في أعين الجماهير والإعلام. السؤال الغائب يا سادة، من هم الذين يملكون حق التصويت للرئيس؟ كم عددهم؟ حتى وإن كانوا أعضاء الجمعية العمومية فقط، فكم أيضا عددهم؟ من هم الأعضاء؟ ولماذا يغيبون عن المشهد إلا في حال اتخاذ قرار الرئاسة؟ ألا يحق للعشاق الذين يفرحون لأفراح فريقهم بجنون ويبكون من أجله دمعا ودما حتى الدقون ويغنون في حبه بكل أنواع الفنون أن يكون لهم أصواتا في هذا التصويت؟ لماذا لا يكون لهم مكانا في جمعية عشقهم العمومية؟ رغم أنهم رددوا يوما ارحل يا فايز فرحل، إلا أن ثقافة الانتخاب الغائبة جعلت المشجع الذي يملك أقوى صوت في النادي كرئيس مهمش لا يعرف حقوقه وصلاحياته. لماذا لا يحق لأي مشجع الدخول في الجمعية بعضوية سعرها رمزي؟ هل بالفعل صوت عضو الشرف القوي أقوى من صوت عضو الجمعية العمومية؟ من يستحق كرسي الرئاسة في الاتحاد؟ هل هو الرئيس الأجدر أم الرئيس الذي يدفع فقط أكثر؟ في مناظرة الخميس حضر العدد البسيط، فمن هم؟ بعض أعضاء الجمعية أم بعض أعضاء الشرف؟ قيل للعشاق تفاءلوا فتفاءلوا، قيل لهم وعدا فآمنوا، قيل لهم اصبروا فلم يصبر على صبرهم الصبر، قيل لهم أنكم صوتا فنطقوا ونادوا ولا حياة لمن تنادي. فمتى ينطق الكرسي بالحياة؟ لبرنامج الملف الأحمر إبراهيم المديش. شكرا للزملاء. تقرير الحلقة وربما أجواء الاتحاد كأحد الأندية الكبيرة أيضا في وسطنا الرياضي تساعد نحن نتوقف وننبه كل الجماهير، انظر حولك، انتبه إلى حقوقك. أهلا بكم، أسعد بصحبة كما بدأت وأعيد وأكرر بصحبة كل من الزميلين العزيزين الأستاذين محمد دويش هنا في الرياض والدكتور عمر الخولي من جدة. أبو السمان خلني أبدأ معك، يعني كنا قبل ما نطلع الهواء نتحدث مع الزملاء، تذكر القادسية وش صار فيها، تذكر الوحدة مرة وش صار فيها، كأننا نتذكر شواهد تمر علينا بدون أن نشعر كوسط رياضي. الجمعية العمومية وأهميتها للجمهور كيف تصور أبو السمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الموضوع أبو مشعل يطرح يمكن عنوان أكبر من موضوع الجمعية. هذه الأندية الرياضية التي نراها في المملكة العربية السعودية، هل هي أندية مؤسسات أم أندية أفراد؟ هل هي تدار بأنظمة ولوائح ولا تدار بأمزجة شخصية؟ أنا أجيب على السؤال، أعتقد أنها هي الأقرب للمؤسسات الفردية. نعم هي مملوكة للدولة، هي المفروض تكون كيانات قانونية يحكمها قانون ولوائح وأنظمة، ولكن الواقع العملي يقول بأنه رئيس النادي ومن حول رئيس النادي هم المتصرفون في هذا النادي. وبالتالي هذا يعني يعطي إجابة على سؤالك، لماذا تمر الجمعيات العمومية بهذا الشكل اللي مرت عليه بدون ما تأخذ حقها من المناقشة والحوار في وسائل الإعلام كما حدث في القادسية. يمكن القادسية كان ممكن تمر الجمعية العمومية مرور الكرام، ما حد داري عنها لولا قضية الطعن اللي قدمت، أنه ترى فيه مرشحين اشتروا
أصوات أو بطاقات لناس معينين قبل أو كسر للمدة المحددة، لأنه يفترض بالنظام أو باللائحة، لائحة الجمعية العمومية، أنه قبل سنة، يعني اللي حق له يصوت هو اللي اشترى البطاقة قبل سنة من تاريخ عقد الجمعية العمومية. صار في القادسية اتهامات بأنه في ناس اشتروا بطاقات قبل المدة. هذا اللي جعل فيه أو بعد المدة قصد. هذا اللي لفت الانتباه. هذا اللي لفت الانتباه. الآن في الاتحاد مثلا، أنا أعتقد لولا مشاكل الاتحاد وحديث منصور البلوي والاتهامات وقبل ذلك ما نشر في جريدة الرياضية من اتهامات مالية ورد منصور البلوي عليها، كان يمكن ما أخذت كل هذا الزخم. هي بلا شك وباختصار شديد كما قلنا على تحت الهواء، هي ظاهرة، وظاهرة حضارية مطلوبة بغض النظر عن جديتها وعدم جديتها، لكن هي كشكل من أشكال الديمقراطية والتنافس الحضاري بموجب التصويت، صناديق التصويت أو صناديق الاقتراع، تعتبر مظهر حضاري مطلوب في الأندية الرياضية السعودية. دكتور، يعني أنت أستاذ القانون، خليني بس يعني أذكر بشيء معين، يعني أنه ما زلنا حتى ونحن يعني رياضيين شباب، لكن خلينا نسميها مرتبطة بثقافة القطيع، لا أحد يعرف ما هي حقوقه أساسا في هذه الأندية. نعم، تريدين أن نعلق على هذا؟ لو سمحت. نعم، الواقع أنني أتفق إلى حد كبير مع ما ذكره الأستاذ محمد الدويش بشأن الأندية. إذا كانت اللائحة الخاصة بالأندية التي تنظم أعمال الأندية في المملكة العربية السعودية قد تطرقت إلى تعريف ما هو النادي، إلا أنها لم تتطرق إلى تعريف أو تحديد الطبيعة القانونية للأندية في المملكة العربية السعودية. هي تعمل تحت وصاية أو تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، إلا أنها تعمل كما ذكر أبو سليمان أنا بصورة تكاد إلى تكون إلى المؤسسات، أقرب إلى هيئة المؤسسات الفردية. ليس هناك ضوابط مالية، ليس هناك قيود إدارية، ليس هناك لوائح واضحة، ليس هناك ضوابط موضوعة للفصل بين الملكية الخاصة والملكية العامة. يتم التصرف في الأندية كأنها فعلا ملكية خاصة. حتى الرقابة، أنا استغرب من يعني تقرير ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق أن وصفت أن مال الأندية هو مال عام وأن التصرف فيه يأخذ حكم المال العام، وهذا خطأ قانوني يعني لا بد من تداركه. المال الأندية ليس مالا عاما أو لا ينطبق عليه تعريف المال العام، وإن كان يخضع للإشراف جهة عام، لكن لا يخضع للإشراف أو رقابة ديوان المراقبة العامة أو غيره من المؤسسات الرقابية. بكل أسف الأندية عندنا لدينا ينبغي أن تكون إما كما هي في الخارج عبارة عن مؤسسات أو كيانات مستقلة مملوكة لمساهمين، أم أن تكون تحت سيطرة الدولة ورعايتها ورقابتها بصورة أشد كثيرا في الرقابة مما هي عليه الآن، سواء رقابة مالية أو رقابة إدارية. دكتور، هل في فرق بين ما يسمى بعضو الشرف وما يسمى بعضو الجمعية العمومية؟ في فرق قانوني بينهم؟ أقصد في حق التصويت. أبداً، هذا له صوت، أبداً هذا له صوت وهذا له صوت تماماً من حيث التصويت، فكل منهما له نفس الأثر. طيب، وعضو فاعل أو عضو فاعل وش يسمونه؟ عضو عامل، عضو غير عامل. أبغى هل يعني تعريف لهالمصطلحات هذه؟ العضو العامل هو عضو النادي اللي يدفع اشتراك سنوي قدر 240 ريال تخوله حق التصويت في الجمعيات العمومية، يصير عضو. المفترض في الجمعيات العمومية هي أقوى أدوات أي منشأة أو أي جمعية أو أي منظمة أو أي حزب. الجمعية العمومية هي أقوى السلطات فيه. مجلس الإدارة ليس أقوى من الجمعية العمومية. ينبغي أن الجمعية العمومية هي التي تسير المنشأة أو النادي وهي تضع السياسات العامة فيه. مجلس الإدارة مجلس يقوم بتنفيذ هذه السياسات، لكن الوضع اختلف في الأندية بكل أسف. بعدين نقطة هامة،
للأسف الشديد أيام إدارة من داخل كان عدد أصحاب الأعضاء العاملين 89 صوتا، وأيام الأستاذ محمد الفايز كان 107 أصوات، والآن علمت أن حوالي 190 صوت التي سوف ترشح غدا لرئاسة النادي. الأعداد لا زالت هزيلة جدا جدا صحيح. جدا هناك ملايين من محبي الاتحاد، ليس فيهم منهم فقط إلا حوالي 190 شخص أو 200 شخص هم أصحاب الحق في التصويت، وكذلك طبعا الأعداد مخفضة في الأندية الأخرى. ما يدرون يا رئيس نادي الاتحاد نادي ما يدرون الشعب. يا دكتور ما حد يدري عن دوره، يعني ما حد يدري أنه هو مثل اللي يدفع مليون ولا 10 مليون. نعم ما يدري أن صوته هام جدا يعني في اللي طاح بالإدارة بدل ما يصوت في المدرجات ارحل ولا ما ارحل، تعالوا ساهم بشكل حضاري وادلب صوتك وقرر أنت. صحيح يا دكتور؟ هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. وينبغي على كل مجلس إدارة أن يستخطب ويزيد الرقعة. ينبغي يعني أبغى يوم من الأيام نادي الهلال يقول عندنا مليون، بلغنا مليون عضو عامل عندنا لهم الحق في التصويت، ينافس في ذلك نادي النصر ثم الهلال الاتحاد والأهلي وهكذا، تتنافس الأندية في توسيع القاعدة المشتركين. هو الحقيقة أو الأعضاء العاملين في حاجة لابد أن نبحثها. في عندنا في المملكة خلط، يعني عضو الجمعية العمومية عندنا في السعودية اللي يدفع 240 ريال هو في الواقع هذه بطاقة دخول للنادي. صح أنها تعطيه حق التصويت، لكن هي في الأساس بطاقة دخول للنادي وليست بطاقة، ما يعتبر عضو فاعل في النادي. ما أقصد بفاعل أنه يشتغل في النادي، أقصد بفاعل اللي هو عضو جمعية عمومية فاعل، يحاسب، يراقب، يتابع، يرفع تقارير، إذا لقى مثلاً حاجة معينة يطلب دعوة الجمعية العمومية، يعرض عليها التقرير الفلاني، في خطأ صار، في حاجة صارت، هذا ما هو موجود يعني كثقافة. الحاجة الأخرى، الجانب الآخر، أنه يفترض نظام أو لائحة الجمعيات العمومية تضع أعضاء الجمعية العمومية على شكل شرائح، يعني طالما أنه نادي مش منشأة خاصة، يعني مش ما هو مخصص، وإنما بشكل، طبعا أنا أتفق مع الدكتور تماما أنه ما في توصيف قانوني محدد لهذا الكيان، يعني لا هم منشأ معلق، لا هم منشأة حكومية ولا هم منشأة تجارية، هو كأنما هو معلق، هو في إشراف حكومي عليه ولكن في حرية كبيرة متروكة، ما في محاسبة لا مالية ولا قانونية. أرجع أقول لك أنه يفترض أنه تكون شرائح الجمعية العمومية. كيف شرائح؟ يعني شرائح من حيث قيمة هذه العضوية والأشياء اللي تمنحها هذه العضوية، يعني الصلاحيات اللي تمنحها. هذه محاولة صارت مثلا في الهلال أنهم حطوا العضوية ثلاث أنواع، وكل عضو نوع له سعره وتعطيك أشياء معينة، صلاحيات أو صلاحيات أو تمنحك يعني حاجات، ممكن أنت تقرر كذا، تدخل كذا، تستفيد من الحسومات كذا. في موضوع التصويت يجب أن يتم هالشيء، يعني غير منطقي على الإطلاق أنك أنا اللي دافع مليون مثلا في السنة أتساوى مع واحد دافع 240 من حيث التصويت. يفترض أن يعني يفترض إذا في نظام تعديل. يفترض كيف أبو السمان؟ يعني اللي دافع مليون مثلا أقول لك حق 10 أصوات وأنت أبو 240 لك حق صوت واحد مثلا، ولا كيف؟ يعني هذا اللي بيضع النظام بفكر فيه، لكن لا، ممكن أنا أقول لك ما اللي مثلا أقل مثلا من 10,000 ما يصوت، ما له حق التصويت مثلا، أو أقل من 5,000 قيمة البطاقة العضوية هذه ما تصوت. أعطيك مميزات ثانية في النادي، تدخل النادي مجانا، ممكن أعطيك. على فكرة أبو سمان، أنت اللي تتحدث عنه هذا تعودنا إحنا نسمع في شارع الرياض من خلال أنه أحصل على بطاقة النادي، ما يقولون عضو جمعية وتصوت، يقولون عشان تدخل النادي وتتمتع بمرافق النادي، ويعني يمكن أبعد من كذا أيضا. أنا أبو مشعل أعوذ بالله من كلمة، أنا من أكثر الصحفيين اللي اهتم فيها مبكرا هذه النقطة، اللي هو الفرق بين عضو جمعية عمومية وبطاقة تدخلك النادي. كانوا يسوقون أو يروجون للبطاقة اللي تدخلك النادي، ما يروجون أنها بطاقة. أكثر شيء، أكثر شيء. هذه من وجهة نظرك كان فيها تضليل للرأي العام كاستثمار. لو تأخذ الأندية اللي برا حتى في مصر مثلا، في فرق بين بطاقة دخلك النادي وبطاقة عضو في الجمعية العمومية، هذه لها سعر وذي لها سعر. دكتور إيش رأيك أنت في الكلام هذا؟ نعم، لكن هذا يخضع إلى
يعني بعد أن يتم تحديد الطبيعة القانونية، هل عندنا النية أن نخصص الأندية أم ونجعلها يعني مساهمين هم الذين يتملكونها، أم نجعلها على وضعها تحت رعاية الدولة؟ اللوائح التي تحدد ذلك. أتفق مع الأستاذ محمد فيما ذهب إليه من حيث تدرج العضويات، لكن حتى الآن في ظل اللائحة القائمة يستوي صوت عضو الشرف مع صوت العضو العادي اللي دافع 240 ريال. الحقيقة ما في أي حافز لدى جمهور أي نادي من الأندية إنه يروح يدفع 240 على أساس يتمتع بخدمات. حتى إن دخل النادي ما الذي سيستفيد؟ ليس هناك تسهيلات، ليس هناك خدمات، ليس هناك مرافق، ليس هناك يعني حتى إذا يبغى يقعد يتفرج على المباراة ما يبغى يروح الملعب، يبغى كافيه، يبغى أي شيء. هذه غير متاحة للأسف في الأندية، فليس هناك حافز يجعله يدفع هذا المبلغ ليحصل على ما يقابله، فقط يدفع من أجل التصويت. أتفق معك دكتور، لكن عشان ما نخط الأمر أمام المشاهد المتابع أيضا، يعني يكفي الآن، يعني أنا أعتقد أزعم أنه جاء الوقت اللي كل المشجع صوته، يعني يكفي أنه لو دفع 240 ريال لحق أنه يطالب بهذه الإدارة أو بهذا الرئيس أو ذاك. نعم، هذا من حقه طالما ينتمي إلى نادي ويدفع اشتراكه وأصبح عضوا عاملا، من حقه أن يعني يدلي بصوته. بالمناسبة في انتخابات، أنا الذي أراه أن الانتخابات التي سوف تقع غدا ليس لاختيار الرئيس، إنما لاستكمال أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الرئيس. بعد ذلك يعقد المجلس أول اجتماع يختار إعادة اختيار الرئيس. لا يمكن، يعني لا أرى أنه ينبغي التصويت على الرئيس مباشرة. لحظة دكتور، لحظة، لا دخلتنا في أمور ثانية. لحظة دكتور، بالله يوضح لي هالنقطة لو سمحت. الآن اللي متعارف عليه أنه انتخاب رئيس بدل من الرئيس المستقيل لاستكمال الفترة اللي بقي بها سنتين ونص أعتقد، هذا احنا فاهمينه. أنت الآن تقول ما يجب أن يختار الرئيس، يعني قانونيا فيها خلط. الوضع في الأساس في حالة تغير الإدارات يتم انتخاب مجلس من 7 أعضاء أو 9 أعضاء أو 11 عضوا. تم انتخاب المجلس، إذا الرئيس استقال فهنا عندنا سقط أحد، يتم انتخاب عضو بديل له، ومن ثم يجرى مثل ما وقع في المرة الأولى، يجرى من بين الأعضاء مجلس الإدارة يتم اختيار رئيس من بين الأعضاء بالانتخاب فيما بينهم. وأرى أن هذا ما ينبغي أن يتم هذه المرة، ليس رئيس بصورة مباشرة. لكن اللائحة في هذا لم ترد يعني بوضوح الذي يحدد هذا الأمر. لكن قياسا على مرحلة تغير الإدارات ينبغي الذي يحدث هذا هو ليس اختيار للرئيس، إنما اختيار للعضو، ومن ثم يجتمع مجلس إدارة ليحدد من هو الرئيس الذي يتولى، يعني يكمل المدة المتبقية من ولاية هذه الإدارة. لا هو ما يعني زي ما قال الدكتور، ترى ما في يعني نص، يعني كويس انه كان دقيق في الموضوع، يعني انه يقول جرت يعني جرى العمل او كذا، لكن انا في اللائحه اللي قريتها ما في هالشيء، يعني انه الرئيس اذا استقال ينتخب او يترشح مكانه رئيس اخر سواء من اعضاء الاداره نفسها، وبالتالي تستكمل عضويه الاداره بعضو اخر، او انه يترشح للرئاسه. الموجودين الان لو مثلا تجي تقول لهم الان، تجي تاخذ مثلا كعكي او البلوي وتقول له انت مترشح لتكون عضو اداره الان تكمله. أيوة. عدد يوقف انت هذه يا ابو سليمان، لانه فعلا يعني اذا كان كل هالدعم هذا عشان بعدين يدخل عضو يمكن ينتخب رئيس ويمكن لا. لحظه بس انا بطلع فاصل وبرجع، لانه ما ابغى اردد اللي يقولوا بعدين راحت ملايينك، يعني يدخل بعدين يروح. بعد الفاصل اعود واستكمل هذه النقطه. اهلا بكم من جديد، اتواصل معكم في القضيه او ملف الرئيس المهمش في الجمعيه العموميه، دورك انت في الجمعيه العموميه، ومعي كل من الزملاء من جده دكتور عمر الخولي، ومن الرياض هنا زميلي الاستاذ محمد دويش. ابو سليمان اعود مع النقطه اللي وقفت عندها، يعني الان على ضوء هذه ممكن لو ترشح احد غير مرغوب فيه او فاز احد غير مرغوب فيه
ممكن يصير عليه نوع من الانقلاب الداخلي انه انت ما جيت رئيس، تعال الان ننتخب من الرئيس. لا هو الكلام اللي قاله الدكتور زي ما قلت لك اصلا ما في نص في الشيء هذا. الحاجه الاخرى اللي ابغى اقولها لك، يعني جرت العاده دائما انه التصويت على الرئيس وهو يشكل ادارته، يعني بدليل اعطيك دليل ثاني انه تغيير نائب الرئيس من اسهل ما يمكن. يعني نائب الرئيس مثلا ما يكون فيه تعال في انتخابات وترشيح وكذا على نائب رئيس، نائب الرئيس يختاره الرئيس. يعني في أندية كثيرة تغير نائب الرئيس، الرئيس اختار نائب بديلا عنه، أو أي عضو يطلع ممكن يختار بديلا له ما عدا الرئيس. الرئيس لا، إذا الانتخابات والترشيح منصبة في الأساس على الرئيس. ولو تقول لأي واحد، لو تقول للبلوي الآن ولا الكعكي مثلا في الاتحاد أنه ترى والله أنت هتنتخب الآن كعضو إدارة ثم تستمع هذه الإدارة يمكن تختارك رئيس يمكن ما تختارك، حينسحب فورا. صحيح صحيح، هذه الأمور واضحة. يعني أنا أرجو من الدكتور أنه هالنقطة توضح. أبى أروح لك دكتور إذا كنت سمعت عن تساؤل زميل محمد دويش، لكن خليني أيضا معكم الزميل عدنان جسنية اللي مساء عليه بالخير وهو أحد المرشحين أيضا، يقول أنه 309 تقريبا اللي راح يصوت معنا. محمد الخاطر يقول انه يعني اتمنى تناقشوا تناقض رئيس اعضاء الشرف الدكتور مرزوقي والحرب الخفيه اللي مثلا على احد الاعضاء وهو مستشهد بالاستاذ البلوي. الاخ نايف بن محمد يقول اتمنى منك تشوف يعني الكثير من الامور المتعلقه بالتعصب. احنا الان نناقش ملف اخر اخوي نايف. ام منصور تقول فكره الانتخابات جديده علينا ومن الحلو او من الجميل نطبقها في الرياضه، اهم شيء ما يشوبها التزوير ويكون نزيهه. يعني هذه الامور اعتقد لها ضوابط والقانونيين بيجاوبونك عليها. الغالب يقول السلام عليكم، الحييك وحي ضيوفك. يقول اصبح كل شيء خفي ولا نعلم يعني دورنا الا بعد ما تصدر القرارات. ايضا يعني لو احنا ذكرنا مثال بالقادسيه، هنا نقطه مهمه، احد الاخوان في الهاشتاج يقول اني انا لي سنتين الان ابغى اخذ بطاقه ماني قادر اخذ بطاقه. من يحددها هذه على فكره؟ يعني كيف 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 ياخذ بطاقته ومن يحددها وهل هي واضحه؟ هل هذه معالم واضحه دكتور؟ ممكن تعلق على هذا وعلى النقطه اللي قالها ابو سليمان. بالنسبه للبطاقات العضويه يفترض انه في كل نادي ان هناك لجنه او اداره خاصه لاستقبال طلبات العضويه ومن ثم تسجيل الاعضاء العاملين في النادي. لكن هذه لا تنشط إلا في المراحل الأخيرة، في مرحلة يعني أن يحدث تكتلات معينة تسعى لاستقطاب أصوات فتحرض العدد من المشجعين على استكمال الإجراءات والعضويات. للأسف أيضا آلية التسجيل ما هي واضحة أبدا في يعني افترضت اللائحة افترضت أن كل الناس تتهافت للحصول على هذه العضوية للإدلاء بالأصوات، ولما حتى الرقم الذي أشير إليه 307 أو نحو ذلك الآن لا يزال رقم هزيل جدا بالنسبة لما هو افترض في نادي الاتحاد. أما بالنسبة لموضوع الرئيس فطبعا اللائحة كانت واضحة عند تغيير أو عند تعيين أو انتخاب مجلس إدارة للنادي، يكتمل العدد ثم يجتمع أعضاء مجلس إدارة فيما بينهم لتحديد الرئيس. في مرحلة استقالة الرئيس هنا يعني النص أتى صامت ولم يضع هذه الفرضية. فمن ناحية الشكلية نفترض أو العملية وانسجاما مع الغموض في هذه الجزئية أنه يفترض أن الذي يرشح الآن هو يرشح عضو مجلس إدارة ثم يعقد مجلس إدارة اجتماع له ويتم عبر أو خلال هذا الاجتماع تحديد رئيس النادي قياسا على الانتخابات الأولى. طيب أنا بعطيك تعليق أبو سليمان بس تسمح لي يعني إمشاري الرغوان يرحب بك أبو سليمان. العامر العمري يقول لن ينتخب البلوي لأنه سيد الاتحاد. من اللي لن ينتخب؟ أنت روح صوت. إحنا مش قاعدين نحكي الآن يعني. ليش ما راح ينتخب البلوي؟ لن ينتخب البلوي لأنه سيعيد الاتحاد كما كان وهم لا يريدون عودة الاتحاد. إحنا الآن نقول إنك أنت لك الحق إنك تروح وتصوت، روح صوت، لا تقول هم ما يبون يصوتون. الأخ محمد عامر يؤكد أن عدد الأعضاء هم 309. على فكرة اللي يتكلم عن القادسية هذا محمد الدوسري اللي يقول أنا مشجع قدساوي وأحاول أخذ البطاقة لي سنتين ما قدرت أخذها. صالح رميح من الرأس يقول أنت تكون هناك انتخابات. يعني رفضوا ليه؟ ليه توضحها؟ يعني راح يبغى يستري البطاقة ورفضوا؟
يا ليت يا اخ محمد توضح لي النقطه. يقول انا مشجع قدساوي صار لي سنتين احاول احصل على عضو عامل ولا اجد الرد لان الاداره ما تقبل اي واحد الا عن طريقهم عشان يصوتون. هنا في خطوره ثانيه يعني هو يتهم الاداره الان بانها يعني ترفض ان تعطيهم يعني هم طاقة. عارفين انه اذا اخذ البطاقه بيصوت ضدهم. يمكن فهم كذا الموضوع. رغم المفروض هذا يعني انا احترم حتى راي الدكتور يقول في المفروض اداره كل ترى مش على هذا يثير نقطه لازم نتكلم عنها. تفضل. فيما بعد فيما بعد مو الان لانه في نقاط نستكملها الان في الجزئيه دي اللي هو من يتحكم في الموضوع الانتخابي. الاداره الموجوده في النادي الان هي اللي تتحكم. ترى اي اداره موجوده هي اللي تتحكم في الغالب يعني هي اللي يعني المدير عام النادي الموجودين اللي تبع الرئيس اسميهم تبع الرئيس انا او فريق عمل الرئيس هو اللي الرئيس الحالي هو اللي يدير العملية. مشعل يقول يعني يجب أن تتحرر الكراسي من الحاشية والأندية والقوانين الاجتهادية تجد وقتها لدينا. هذا صحيح. كل الكلام هذا أنا أتفق معكم فيه لكن من يسويه أنتم يعني من خلال حصولكم على العضوية. ناصر الجهني يقول لن ينتخبوا البلو لأنه سيعيد. يا أبو روان يا ناصر الجهني احنا قاعدين نتكلم نقول لا تقول لن ينتخبوا. أنت اللي تنتخب. أنت اللي تحصل على البطاقة وانتخب. صوتك مسموع. الموسى المالكي يقول من الرئيس اللي يجرؤ على توسيع دائرة الجمعية العمومية؟ هذه النقطة اللي احنا نحكي عنها. من يجرؤ على توسيع دائرة العمومية لأنه بينكوي بنارها يعني قصده ممكن يصوتون ضده. هذه النقطة اللي اتكلم عنها. السليمي يتحدث عن الانتخابات والمتصدرة أيضا لو فاز بالرئاسة أحد المترشحين وبعدها استقالة الإدارة كاملة وش يكون وضع الرئيس في هذه الحالة؟ تساؤل حلو هذا بصراحه. خلينا نوقف عنده. تسقط الاداره يعني. الاداره اذا فقدت ثلث اعضائها تسقط. والدكتور يمكن يصحح لي اذا كنت انا ناسي النص يعني. دكتور اذا ترشح احد مثل وضع الاتحاد بعدين استقالت الاداره شو يصير الوضع؟ بقوه النظام تسقط الاداره اذا استقال اكثر من نصف الاعضاء. طيب وش الوضع هنا يصير؟ يروح هو بعد ترشح يروح هذا كله يعني؟ يعني معناته لازم اللي, نعم. اللي لازم اللي بيترشح تكون راضي عنه الاداره. انا افهم كذا معناته يعني لازم لانه لو استقال الاعضاء سقط كاننا ما سوينا شيء ونبدا نعيد الكره لانه الرئيس جزء من مجلس الاداره لا يرشح استقلالا. هو ليش الان في الاتحاد ليش رغم استقالة الرئيس الإدارة ظلت قائمة ومتمسكة بقية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم نائب الرئيس تمسكوا باستكمال المدة وإنه الرئيس اللي استقال يجي مكانه الرئيس لأنه هذا النظام زي ما قال الدكتور إذا فقدت الإدارة نصف أعضائها بالاستقالة أو مثلا لا قدر الله بالوفاة هنا تسقط الإدارة تلقائيا تعتبر كأن لم تكن وتفتح الجمعية العمومية مرة أخرى لانتخاب إدارة إدارة بالكامل لانتخاب إدارة بالكامل لكن الآن في حالة الاتحاد الإدارة قائمة يعني الدكتور يذكر وكان هو عضو في الإدارة السابقة وتكلم عن موضوع أنه تعرض لإغراءات من أجل أنه يستقيل من أجل أنه تفقد الإدارة اللي هي كانت إدارة بن داخل تفقد نصف الأعضاء وبالتالي بحكم القانون تسقط فتجي إدارة جديدة والدكتور يذكر هذا الكلام وتكلم فيه هو شخصياً صحيح هو تكلم عن هذا اعتقد الدكتور. يعني في تساؤل يقول انه بكم العضويه؟ العضويه مثل ما ذكرنا 240 ريال، رغم اني انا في احد الاخوان قال انه في الاتحاد 480 ريال والتجديد 240 ريال، هل هذا كلام صحيح يا دكتور؟ لا هي في رسوم الاشتراك لاول مره 240 ثم للسنه الاولى 240 لهذا السبب تصبح 480 لكن بعد ذلك كل سنه 240 ريال. واضحه الان يعني هي 240 ومن اجل تكون عضو عامل تدفع 240 اخرى او اشتراك هي السنة. هي رسم رسوم يسموها رسوم انتساب. رسوم الانتساب 240 زي لما تروح مره واحده تروح المستوصف ولا المستشفى في الاول تفتح ملف جنتر ملف وبعدين 100 ريال وبعدين قيمه الكشف. طيب وضحت الصوره الان. اذا 240 ريال القيمه والعضو فاعل 240. عامر يقول لن يسمحوا لنا. هنا في نقطه مهمه جدا. عامر العمري يقول لن يسمحوا لي ولا لغير الانتخاب. هناك اشخاص محددين ينتخبون لمصلحه شخص محدد. هذه يا ابو مشعل كل هالرسائل اللي انت قريت وخاصه ما قاله الاخ محمد الدوسري تطرح سؤال طويل عريض. المشجع ومشعل ما يقدر على 240 ريال في السنة؟
إذا في سؤال، وسؤال لازم يجاوب عليه، لماذا الإقبال على هذه البطاقة الزهيدة الثمن واللي تعطيك حق تصويت زهيد جدا، إقبال متواضع جدا في كل أندية المملكة، حتى الأندية اللي تتفاخر بشعبيتها لا تكاد تذكر. صدقني الوضع اللي في الاتحاد الآن هو نفس الوضع في الهلال، صحيح، ونفس الوضع في النصر، هو نفس الوضع في الأهلي، ما في إقبال على هذه البطاقة المتواضعة. ليه؟ هو السؤال. طيب. يعني قد يكون ما أثير الآن إنه الإدارة القائمة هي المتحكمة، وبالتالي تخشى من إنه عدد الأعضاء يزيد، وبالتالي لما يصير تصويت، أنا أقول لك هذا استنتاج، قد يكون صحيح قد يكون ما هو صحيح، هذا سؤال يطرح للجماهير. طيب خليني أطلع، إذا سمحت يمكن الدكتور عنده تعليق، بس خليني أطلع مع الزملاء، زميلي سليمان الزبيدي تواجد بكاميرته هناك في قلب الحدث الاتحادي وعملنا هذا التقرير، وتابع ثم عبد. لا، هو النظام الانتخابي في الأندية كلها كلائحة موحدة للأندية هي يبغى لها تعديل، لأنه هو النظام يقول لك إيش اللي ينتخب، مين اللاعب الهاوي، هذا واحد، والعضو العامل، هذا اثنين، والعضو العامل ب 240 ريال، وتيجي تقول لي أنا تعال عضو شرف حط 50,000 وحط 5,000 ريال وتساويني بالعضو العامل، كيف يصير؟ فيعني العملية يبغى لها إعادة نظرة تانية. المناظرة بين المرشحين، كل واحد يقدم برنامجه ويقدم هدفه لماذا تقدم للرئاسة، وبالتالي إحنا نكون صادقين أولا مع أنفسنا، صادقين مع الجمهور. عندما يذهب المرشح ويذهب إلى صناديق الاقتراع، الآن عنده صورة كاملة عن كل مرشح. ليست هذه المناظرة الحقيقية، مفهوم المناظرة الحقيقية أن تكون بين المرشحين وليس بين الجمهور، هذا المفروض أنه يفهموها. للأسف إحنا عندنا مناظرة مختلفة تماما، هذا غلط أنه كل واحد يطلع برنامج الانتخاب للموجودين، هذا غلط. المفروض يكون دائرة الخمسة بيننا وكل واحد يطرح أفكاره، وبعدين تصير مناظرة بيننا. شوف أنت اللي همك إن واحد جاي مخلص جوا قلبه جاي عشان نادي الاتحاد، مو عشان شيء ثاني. إذا شيء عشان نادي الاتحاد ما يهمك كل شيء. ومدحت يعني الناس اللي يعني شهادتي فيه مجروحة، بس يعني الناس اللي فعلا يحب نادي الاتحاد. يعني أنا لمست إنه هناك نخبة أو أكثر من مرشح كلهم يرغبوا بإذن الله تعالى في خدمة نادي الاتحاد. زي ما تفضل الأخ عادل، لأن إذا كان النية والإخلاص في العمل، الهدف من ترشحي الاستقرار الإداري، جلست مع إخواني زملاء الإدارة رحبوا بي في أن أنا أكون على رأس الهرم معهم، أكون فريق واحد، كلنا رؤساء للنادي ليس أنا فقط، أكون رئيس من خلال المهام المنوطة بي، العمل المطلوب منه تحقيق أهداف جماهير النادي ورفعة نادي الاتحاد، هي أداة شعارنا مع اللي اتفقنا عليه إحنا والأخوان في الإدارة. شكرا زميلي سليمان الزبيدي من خلال تواجده في الحدث هناك بكاملة الملف الأحمر. الأستاذ عادل جمجوم كان يتحدث الآن مع الأستاذ مدحت قاروب، وكأنه في انسجام وتناغم. طيب أنا كنت فاهم أنه الأستاذ كعكي هو اللي كان يدعم الإدارة أو دعم 9 مليون وكان في تناغم، يعني هل هذه ديمقراطية ولا هذه فيها تحيز لأحد المرشحين؟ ما فيها تحيز من رئيس نادي او يقف مع احد المرشحين؟ لا، ما اظن. عادل، الدكتور عادل او الاستاذ عادل جمجوم مجامل بطبعه، فبالتالي يعني يحاول يكون على مسافه واحده من المرشحين. السؤال اللي كان مطروح في هالناحيه فقط انه صدر بيان من الاداره تشكر فيه كعكي، بينما منصور البلوي وكما يقال انه دفع موضوع الشربيني او حل موضوع الشربيني للاعب، ومع ذلك لم يصدر بيان رسمي بشكره. هذه ملاحظه فقط. طيب دكتور، لكن انا ابغى الدكتور بامانه نتكلم في هالموضوع، انه كيف الاداره الحاليه في اي نادي، ما نتكلم عن الاتحاد، هي تقريبا اللي تدير العمليه، هذا اللي تستقبل طلبات الترشيح، هي اللي
اللي هي أمانة اللبناني. هذا الموضوع اللي أباثيره بعد ما أعود من الفاصل، وأذكر أن الأندية الكبيرة في أوروبا مثلا يعني بايرن ميونخ على سبيل المثال عدد الأعضاء 12 ألف عضو، قليل ويظل جميل. يليت عندي أنا هنا 2000 3000 5000. أعود بعد الفاصل. أهلا بكم في الجزء الأخير من هذا البرنامج، وأشكر تواصلكم الأكثر من رائع. والأخ أبو روان قاعد يرسل لي صورة بطاقات العضوية أصلا، يعني كيف العضوية والعضو العامل في نادي في هذا النادي نادي الاتحاد تحديدا. طبعا هنا ناخذه كمثال، واللي أتمنى أن كل العشاق أن يكون مع مثل هذه العضوية. نادي الاتحاد، نادي النصر، نادي الأهلي، نادي الهلال، نادي الشباب، نادي الاتفاق، كل الأندية يجب أن يفعل دور هذه الجماهير. طيب خلينا أرجع إلى جزئية معينة، وأيضا بيكون معي بعد شوي الأستاذ فراس التركي للحديث عن هذه النقطة معي في مداخلة هاتفية. لكن طرحنا تساؤل، من يدير هذا الأمر ومن يدير ذاك الأمر؟ خلينا نوجهها للدكتور. دكتور، يعني المفروض أنه في الأساس يكون التواجد البطاقة العضوية على مدار العام، يعني تباع على طول زيها زي التذاكر، هذا اللي أنا أفترضه. وشيء ثاني أنه يعني إذا جاء وقت إدارة مثل هذه الأمور ما تديره الإدارة الحالية، يجب أن يكون هناك هيئة من مجلس إدارة من رئاسة العمل الشباب، من مجلس إدارة أعضاء شرف النادي، من أي جهة أخرى مستقلة تدير هذا الأمر. نعم، لكن لي تعليق بالنسبة لعدد أعضاء في بايرن ميونخ. 12 ألف هم من يملكون الحق في التصويت لأنه نادي خاص، فمن له عدد من الأسهم تؤهله للتصويت يحصل عليه. فعدد الأعضاء ربما بمئات الآلاف، لكن أولئك الذين لهم الحق في التصويت بحسب كتلة الأسهم التي يمتلكونهم 12، وهذا يكفي لصنع القرار. أعود بالنسبة لأتذكر عند ترشيح إدارة بالداخل، الوضع السابق بكل أسف في الأندية في المملكة كان متسيبا، وكانت الانتخابات موجهة ومحسومة سلفا، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. إلا أنه في عهد الحقيقة، وهذه كانت رؤية العين ولا زالت التجربة في الأذهان، كان هناك فريق رقابي من الرئاسة العامة يشرف على انتخابات إدارة نادي الاتحاد بصورة مباشرة، ونقلت حية على الهواء، وكان عمل الفريق وهو الذي تولى فرز الأصوات والاختيار والتحقق من أهلية أصحاب الأصوات، وخرجت النتائج رغم أنه كان المؤهلين للتصويت 89 عضوا فحسب، إلا أنه كان هناك إشراف جيد ورقابي. ينبغي أن يكون هذا الأمر دائما بصورة دائمة مع كل الانتخابات. أيضا لي ملاحظة على حديث الأستاذ عادل جمجوم مع الأستاذ مدحت. نلاحظ أن الأستاذ مدحت قاروب قال أنا جلست واجتمعت بالإخوان أعضاء مجلس الإدارة ورحبوا بي كزميل لهم وكذا، فما ينبغي أن يفضل مرشح على آخر ويجتمع بأعضاء مجلس الإدارة، ينبغي التعامل مع كافة المرشحين سواء بسواء. يعني لا ننبغي أن نرجح هذا لذلك لأي سبب. طيب يعني عشان ما يحسب تحيز لهذا مرشح أو ذاك، حتى إصدار البيان ترى برضو زي ينطبق عليه ما قاله الدكتور، تحيز أنك تصدر بيان. طيب حتى لو كان أنا أتفق معك مساهم وكذا، أنا أتفق معك، لكن في الأخير هي الاقتراع من يديرها عشان ما التحيز هذا ما يكون. اللي أنا ما فهمت الكلام الدكتور. دكتور أنت تتكلم عن إدارة، عن انتخاب إدارة بن داخل ولا عن الوضع الحالي؟ أنا تكلمت عن الاثنين. بالنسبة إدارة بن داخل نقلت على الهواء عملية التصويت وحتى فرز النتائج، وأعلنت أولا بأول للجماهير، وكانت حقيقة بادرة جيدة من الرئاسة في ذلك الوقت. ثم انتقلت لأعلق على ما سمعت قبل دقائق من الأستاذ عادل والأستاذ مدحت. طيب كيف أضمن، أنا أسألكم الآن، كيف أضمن يعني أنه ما يكون في تحيز في التصويت؟ كيف أضمن أنه كل من أراد بطاقة عضوية أنه يحصل عليها؟ كيف أضمن أنه كل من أراد أن يصوت يحصل عليها؟ محمد دوسري راجع مرة ثانية يقول أنا من أبناء الخبر وأعشق نادي القادسية وأبغى أصوت، لكن ماني قادر أحصل على البطاقة. يعني طيب من يحل هذا الأمر؟ ليش ما هو قادر؟ يعني هل لا زال سؤالي قائم له، هل راح يبغى يشتري البطاقة من نادي القادسية وما في أحد
وقالوا له ما في ولا لقى المكتب مغلق ولا متوقف البيع ولا يعني ما وضح السبب، لانه هذا مهم، لانه قد يكون مثل ما قلت لك وهذا استنتاج انه الاداره يمكن تعرف انه هذا الشخص لو حمل البطاقه بيصوت ضده. في ايضا واحد من الاخوان في الهاشتاج، الزملاء يتابعون معي الهاشتاج، يقول انه حصل على البطاقه واسقط اسمه، يعني من يحميهم مثلا؟ يعني عشان احمي عدم التدخل في الاداره مع هذا او ذاك. خليني اخذ الزميل ايضا الاستاذ فراس التركي. فراس مساء الخير، شكرا لجوابك مع البرنامج. مساء النور اخ سلمان، وحي بحي الزملاء معك. فراس، يعني انت تعرف اهميه هذا الموضوع، وسبق ان تناقشنا عن اهميه هذا الموضوع وتفعيل الجمعيات العموميه، ابغى اخذ رايك حول كل التساؤلات اللي طرحت في دقائق عشان عامل الوقت لو سمحت. والله شوف، انا اول شيء ما سمعت الحديث للاسف، انا برا ما انا قدام التلفزيون. طيب بس انا على عجاله تسمح لي. تفضل. طبعا الجمعيات العموميه مهمه جدا، خاصه في يعني في سنه ثقافه الانتخاب اللي هي يعني نوعا ما غايبه في موضوع الجمعيات العموميه. لكن ترى موضوع الجمعيه العموميه لها من الاهميه كثير يمكن يغفل عنه. تخيل انها تراجع عمل الاداره، توافق على الميزانيه، تراجع الامور الماليه، توافق على الموازنه، توافق على المحاسبة القانوني، تسحب ممكن الثقة من مجلس الإدارة، توافق على تعيين مجلس أعضاء الشرف، تصويت على رئيس أعضاء الإدارة. دور أعضاء الشرف ومجلس أعضاء الشرف للمعلومية ما هو بقوة أعضاء الجمعية العمومية، يعني كانوا رئيس يصير هنا في هذه الحالة. يعني شوف لو لكن المشكلة إيش؟ المشكلة اللوائح لها أكثر من 20 سنة تقريبا، يعني تخيل إن أنت ممكن تحدد مصير نادي الاتحاد بكرة بأقل من 200 شخص، تمام؟ مع شديد تقديري والاحترام لهم جميعهم، يمكن يعني عشقهم في الاتحاد يفوق يعني عشق الغالبيه في الاتحاد، لكن تخيل انت انه ممكن ب 240 ريال كعضو عامل تحدد مصير الاتحاد، وعضو شرف يدفع ملايين ممكن ما له صوت. ما له صوت لانه ما عنده بطاقه. طيب كيف اضمن، كيف اضمن فراس، وانت ايضا عملت في ادارات مختلفه في الاتحاد، كيف اضمن انه يعني ان هذه البطاقه تباع على مدار العام، او من يعني يريد الحصول على الاشتراك انها متوفره في النادي على مدار العام؟ شوف هو معلش تسمح لي انه قبل كذا المفروض يكون في تفعيل للجمعيات العموميه وتحديث اللوائح، اللوائح بهذا الوضع صدقني ما صعب التعامل معها بطريقه او باخرى. طيب. لانه مهما انت جبت اعضاء، صحيح انه تواجد الاعضاء مهم، لكن تفعيلها مهم، وفي نفس الوقت اكيد طبعا تسويق البطاقات، وهذا اللي بتعمل فيه اغلب الانديه. لكن انا عندي نقطه مهمه بس اخلص لك عن نادي الاتحاد. انت لو تلاحظ انه نادي الاتحاد موضوع الجمعيات العموميه او اختيار رئيس ترى ما كان موجود في نادي الاتحاد الا قبل الدكتور خالد المرزوقي، بمعنى انه كان اغلب الادارات اللي تعين في نادي الاتحاد بسبب قوه مجلس الشرفي في نادي الاتحاد كانت تعين بالتفكير. وهذا اللي بيحدث في وهذا بيحدث في اغلب الانديه الكبيره، تمام؟ انه ما في انتخابات على رئيس، تلاقي انه اكبر اعضاء الشرف او اعضاء الشرف الحقيقيين اجتمعوا ويحددوا رئيس ويتم تسكيته بالجمعيه العموميه. الاستاذ فراس التركي شكرا لهذه المداخله، وهذه صايره في كل يعني انديه. هذا الكلام اللي قاله الان الاخير بالذات انا سبق يعني قلته عن نادي النصر في برنامج خط السته، انه ما سبق عقد جمعية عمومية انتخابية في نادي النصر. طبعا للأسف الشديد أنه بتر الكلام وطلعوني أني كذاب وأني أقول ما سبق جمعية عمومية في نادي النصر نهائيا، مع أنه أصغر واحد يعرف أن الجمعية العمومية كل 4 سنوات العادية تكلم، لكن كجمعية انتخابية يعني في 2 مرشحين أو 3 أو 4 ما صارت في النصر، ما صارت يمكن نهائيا إلا مرة واحدة لما ترشح تنافس عليها الأمير جلوي بن سعود وطلال رشيد والفهد المشيقة، ثم انصفت أخيرا في التصويت الثاني على طلال رشيد والأمير جلوي، فاز فيها طلال رشيد ولكن حصلت ظروف وما استلم الرئاسة نهائيا. هذه المرة الوحيدة اللي في تاريخ نادي النصر صار فيه جمعية انتخابية. في نادي الهلال أعتقد صار، في الاتحاد أكثر من مرة صار زي ما قال، هي ظاهرة لكن ظاهرة مطلوبة، لكن ما هي قيودها؟ ما هي الضمانات؟ أول الضمانات هي موضوع البطاقة العضوية. هذه لازم زي ما قلنا الآن التساؤل اللي طرحه فراس التركي الآن طرحناه في أول برنامج، واحد يدفع مليون وواحد يدفع 240 ريال في الجمعية العمومية الصوت واحد، هذا لازم يحل. النقطة الثانية وهي الأهم، كيف تسهل هذه البطاقة؟ يعني واحد يقول لك أنا راح أشتري بطاقة ولا قدرت، والثاني يقول لك أنا معي بطاقة وأسقطوا اسمي. إذا حتى البطاقة الزهيدة هذه فيها مشاكل،
طيب الزميل عدنان جستانية ايضا الاستاذ عدنان جستانية احد الاعضاء المرشحين حتى لا يعتبر تحيز، انت زميلنا واعلامي لا يعتبرنا متحيزين معك يا زميل عدنان. تفضل، انت قلت عندك في نقاط تبغى توضحها، تفضل زميل عدنان. والله شيء، اول شيء احييك واحيي ضيوفك الكرام. بالنسبه اللي ترى اول احييكم على انكم لكم دور في التوعيه وهذه مهمه جدا، لانه تعرف الان الاعضاء اللي هم بكره حييجوا صحيح. أغلبيتهم جاي موصّى، وأنا كاتب اليوم الآن موصّى بلي حط لفلان الفلاني. لازم يعرفوا، يعني لازم يعني في لوبيات شغالة الآن، لوبي هذا خليك هنا وخليك هنا، يعني ما هي مشكلة تصير في لوبي، هذا شيء طبيعي. لكن المشكلة إنه هو ما يعرف إيه، يعني ما هو عارف إيش هو دوره، إنه ما يعرف إنه هو مؤتمن، إنه هو المسؤول. يعني لو فشل أي رئيس وأعضاء مجلس إدارته، مو هو الرئيس اللي يحمل المسؤولية ولا أعضاء مجلس إدارته، الجمعية العمومية، أعضاء الجمعية العمومية إنهم ما أحسنوا الاختيار للشخص له. صحيح. هذه يعني زي دحين أقول لك اليوم عندك موجود الأخ إبراهيم. إبراهيم يبغى يطلع وفي نفس الوقت مع مجلس إدارة هو مو متفق معه. أنا في رأيي هذه من أهم الأسباب اللي نحن كيف ممكن لو فرضا أبعطي ما إذا طلعت أنا ولا الثاني وبقيت بين وأعطي للأخ إبراهيم وجيت يوم في نفس هذا تتعامل معه وما حيتعامل معك ولا أنت. طب أنت يا أعضاء الجمعية العمومية كيف حتوافقوا؟ كيف تقبلوا الوضع؟ وبعدين حندخل في صراعات ثانية ومشاكل ثانية، يمكن حتى ما تستمر يوم واحد اسمه الإدارة دي. فأنا أتمنى أنهم يكونوا مؤتمنين أمانة، أمان الله أنهم هم يعطوا صوتهم ويشوفوا كمان لمن يرونه التركي، لمن يرونه يستحق يعني قبل لا يدخلوا. نعم نعم. الزميل عدنان جستانية احد الخمسه المرشحين لرئاسة الكرسي الساخن نادي الاتحاد، شكرا زميل عدنان. بس هذا كلام ضد مرشح على فكره سم، كلام اللي قاله الزميل عدنان جستانية ضد مرشح، ضد مرشح اي ضد البلوي، لانه هو يقول لك ان يعني اللي فهمت كلامه البلوي مش منسجم مع الاداره الحاليه، هيجي رئيس عليها لو فاز. لا اذا الامانه تتطلب اني اذكر انه في نفس هذا في الملف الاحمر في يمكن قبل اسبوعين او ثلاثه ناقشنا هذا الامر، وكان معنا على الهواء الاستاذ ابراهيم البلوي والاستاذ عادل جمجوم، وكان في تناغم تام يعني في حديثهم انهم اصدقاء. يعني باختصار ابو مشعل انت كنت موجود، احنا لا نوجه احد، احنا من حملت بطاقه عضويه نادي الاتحاد غدا احنا نقول لهم انتم ناس احرار تختارون من تريدون بدون هالحسابات اللي بين المرشحين، انه والله تعال صوته ترى هذا حيعمل كذا، واذا حيعمل كذا كيف حينسجم مع الاداره. انا اعتقد انه ممكن يسجم مع الاداره، ليش لا؟ يعني ما تبي له شيء، يعني ممكن يجلسوا ويتفاهموا وعمل، هذا ما هو علاقات شخصيه. صحيح. دكتور قبل ما اودعك تعليقك على هذه النقاط قانونيا وكيف نحفظ حق الجمعيه العموميه. الجمعية العمومية هي أقوى سلطة في المنشأة، نادي أو شركة أو حزب أو أيش، المهم الجمعية العمومية أقوى سلطة. نحن لا نلجأ إلى الجمعية العمومية إلا في حالة بعد كل أربع سنوات في حالة الانتخابات. أما أن ندعو الجمعية العمومية للانعقاد للتقرير بمسائل هامة كيعني براءة ذمة الإدارة السابقة أو إعفاء أو إسقاط مديونيات أو أي تصرف من القرارات التي تقع ضمن إطار ومسؤوليات الجمعية العمومية، نحن لا نلجأ للجمعية العمومية. هذه الثقافة غير موجودة، رغم أنها أقوى، والإدارات يتم إعفائها أو العفو عنها من لدن الرئاسة، وهذا خطأ كبير يجافي ما هو مدون في لائحة الأندية الرياضية في المملكة. دكتور الآن بعد أن زالت سؤالين بس إذا سمحت لي، محمد الدوسري يقول أنه إذا قدمت طلب للإدارة اللي يقولون ان الطلبات متوقفه بدون ذكر السبب، هذا اللي انت تسال عنه. والاخ ناصر الجهني ابو روان يقول طلعت لامي، رساله طلعت لامي حضر الجمعيه الاخيره قبل شهرين تقريبا وقام باستعادة عضويته، وبالامس لم يكن اسمه ضمن اعضاء الشرف الذين يحق لهم التصويت. هذا بسبب سبب الفتره غير كافيه دكتور؟ انه ما كمل سنه؟ لا هو التسلط، يعني الحقيقه هذه قد الاهواء هي التي تحكمها. احنا لو ضبطنا وضع اللوائح وحكمنا الامور باللوائح يرتاح الكافه، ولا نترك الامور يعني للاهواء تسير
وضع الجمعية ووضع الأندية ووضع الأمور المالية والإدارية والفنية في النادي تبعا لرغبات مجلس الإدارة أبدا. في فكرة جاتني من متقاعد يقول المفروض يعني أو ليش ما تكون بيع بطاقات عضوية عن طريق الاتحاد السعودي والاتحاد السعودي يحول فلوس للأندية، هذا اقتراح عشان تتوفر على طول متواجدة. طيب في أفكار كثيرة حول حتى واحد يسألني الآن يقول أنا خارج مثلا أشجع الاتحاد لكني خارج جدة ولا أقدر أجي أصوت، كيف أصوت؟ يعني طيب هذه برضو مطروحة. أنا ما عاد عندي وقت. دكتور عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز وعضو شرف نادي الاتحاد، شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. زميلي محمد دويش ناقد ملف الأحمر والإعلام المعروف القانوني، شكرا لك. شكرا. لاحظت هنا قبل ما أنا أغلق الملف الكثير من التساؤلات، ما حد يعرف دوره، ما حد يعرف وش يسوي، كيف يحصل على البطاقة، وش المطلوب. وأيضا أحذر مما ذكر وذكرناه أيضا أنه ممكن حتى قبلها بسنة الرئيس اللي برشح نفسه هذه الإدارة أو المنافسة لها، الرئيس المنافسة له ممكن يبدي يشتري أصواتك ويشتري لك بطاقات. أنا أشتري وانت تشتري عشان السنة الجاية، بس هذه أمور من المنافسات المقبلة. العلاقة بالنادي علاقة مشجع، يعني في النهاية هذا المشجع يهمه الفريق الأول لكرة القدم أنه يفوز ويجيب بطولات، هنا الرئيس ناجح. أبو سليمان شكرا لك. هلا والله سهل. الملف الأحمر شكرا لكم، إلى اللقاء.